هنا يا جد. اهلا بيكم. دي اول سنه بشترك بالمهرجان، والمهرجان بجد يعني في احترافيه كتير عاليه بمستوى كل مهرجانات السينمائيه العالميه. بقى هذا الشيء بنفتخر فيه نحن كنا مصريين وان كنا عرب. في مشاريع كثيره، البومي نازل اخر اكتوبر، مش اي كلام اسمه، وفي كليبات عم بخرجهم للفنانه سيرين عبد النور، سلطان الطرب، جورج وسوف. حاجه جديده مع جورج؟ في حاجه ثانيه مع جورج بعد ملكه جمال الروح. في حاجه برضه مع ملكه جمال الروح اللي هي لولا جفان اللي كانت بالكليب، بصور لها كليبها الجديد، لازم ينزل قريب برضه. وبرضه في اغنيتها في كل حلو حلو لولا لسه نازله. في حاجات ممكن برضه مع سميره سعيد، في اغنيه مع الدوزي بنشتغل عليها ضمن شركه انغامي. الالبوم اخر اكتوبر اول اغنيه، وبعد كده حينزل واحده ورا الثانيه.